يوم جديد فلوق جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، ايش اخباركم؟ مسويين ان شاء الله؟ طيبين؟ مواصل؟ لا والله يا جماعه ما كنت ابغى اواصل ولا شيء، لكن لاحظت شيء غريب، اني لما اكل بوب كورن ما اقدر انام. لا ما عليه انا مستغرب زيكم. ايش الشيء هذا الغريب؟ ما تاكل بوب كورن ما تنام. احس يومي اذا كنت جالس كذا مع عصابه كل واحد ياخذ الاشياء عشان ما ينام، اللي ياخذ ابر واللي ياخذ حبوب، شوي انا جاي مع البوب كورن. اثنين ايش فيك؟ كل واحد بطريقته الخاصه. طيب السالفه هذه على الصباح. صباح الخير جميعا، هذه المره اخذت لي لارج فرنش فانيلا. حاليا عندنا دوره كيف تخطط لاهدافك، والدوره من الساعه 10 صباح الى 5 العصر. الله 5 العصر صدقوني ما تيجي الساعه 12 الا البلان بي. تعرفون ايش بلان بي؟ تسوي كذا يا الذيب، يجلس اخر واحد، تسوي نفسك من المستمعين واعطها بريكات. لا لا جد هذه دوره مهمه وانتظرها من زمان. طبعا رايح بدري، رايق، مريت على تيم هورتنز، هذه شقه هنا نطيت من شباك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا امزح. فحاليا الخطه ايش؟ نتوجه الجامعه ونحضر هذه الدوره يوم سبت ويكند، لكن ما عليك، يوم تفلها ويوم اضغط على نفسك، توجه لمكان الدوره. لا لا امزح. جد يا الذيب. وصلنا الجامعة والمواقف فاضية، هذا أحسن شيء. فعلا لما الساعة 10 الليل، لأن نظام المواقف هنا غريب، يا تدفع ساعة، يا تدفع 3 ساعات، يا تدفع لما الساعة 10، ولا تدفع حق أسبوع، فما ينفع ندفع لساعة وكل شوي نروح بعدين نستأذن منها ونروح ندفع ونرجع، يصير سالفة، فأدفع لما الساعة 10 وخلاص. ناخذ الشنطة، فرش فانيلا، واللي ياكل بوب كورن مرة ثانية. بسم الله، نتوجه على الدورة، شو حصلت؟ سنجاب، يا صباح الخير. عندك دورة؟ ولا شكلك اكلت بوب كورن انت بعد؟ والله راح زعل، ما حد يمزح الصباح. منظر شكله غريب وهو كذا فاضي ما في احد. هذا هو المبنى، اي وينج. بس ابغى اعرف يا جماعة مين اللي سمى هذا المبنى؟ شخص كذا كان جالس، ايش رايك ايش تقترح نسمي هذا المبنى؟ اي والله سمح له كويس حطه. لا اله الا الله، هذا عشانك وصلت؟ وهذا الباب مقفل. افتح. خلاص امزح، اسم المبنى حلو. يا وجه الله. قفل الباب. قفل. السلام عليكم. شلونك؟ تمام تمام كيف حالك؟ تحضر معنا الدورة ولا حضرتها بعد؟ اوكي يا بس ذاتس فاين. It requires information gathering. طيب يا جماعة حاليا عندنا بريك، بس بقول لكم جايب ورقة، شو مكتوب؟ سعودي ارامكو يتكلم على شركة ارامكو انها كأفضل شركة لتخطيط الأهداف. الله عليكم ارامكو، التخطيط الأهداف شيء صعب لكن كل شيء بالتدريب والتعلم يجي. طيب يا جماعة للأمانة جوعان والكافيتريا مسكرة، تعالوا نشوف الثلاجات اللي عندهم إذا يبغون شيء. الثلاجة ما في شيء يستاهل. طيب يا جماعة بريك ثاني، وحاليا الساعة 11:53 دقيقة. للأمانة لما الحين ما استفدت كثير من الدورة، ممكن بعدين في النهاية يعطينا المعلومات المهمة. بس صراحة جاء خبر أسعدني كثير، يقولون اتفاق تصدر دوري الدرجة الأولى. الله عليك يا لتي، والله عليك يا فارس الدهناء. حلو حلو، باقي 3 جولات إن شاء الله يطلع دوري جميل. بنرجع كلاس مرة ثانية. للأمانة يا جماعة جانا نوم في الكلاس، بيقول لما يجيك نوم تخيل شيء مرعب. شيء مرعب شيء مرعب. ما في شيء مرعب والله يا جماعة. تخيل انك تنام في المطار 5 أيام مرة ثانية. لا اله الا الله. لا والله جد يقولون اذا جاك النوم يعني سوي كذا اي نشاط رياضي يحرق دمك. رحيم تحدي 90 يوم. خلينا نجي شخص يشوفنا الحين، نرجع كلاس يا ثنيان. ما ادري يا جماعة هم من السهر ولا من الدورة يوم السبت ونلحق الكلاس. طيب يا جماعة حاليا عندنا بريك، بريك مدته تقريبا 45 دقيقة والاغلب طلع راح يتغدى، والخطة روح نتغدى. طيب يا جماعة مطعم قريب نتغدى فيه، مطعم قريب نتغدى فيه، والله ما في، لو احنا في السعودية بس نلقى الشارع هذا كله مطاعم، ندخل محل مندي وبالعافية عليك، البريك باقي عليه كثير، فنروح ونشوف المطاعم القريبة هنا. تروح وتدور وترجع على صبوي، حصلت مطعم ليتل سيزر، دي كيو، حصلت ماكدونالدز، لكن للأمانة ما في إلا صبوي، فبنروح ناخذ لنا تونة. السلام عليكم. غدا عمل؟ الحمد لله كذا كنا خلصنا غدا، علينا نرجع الجامعة مرة ثانية ونكمل الدورة. وصلنا الجامعة وأحسن شيء ندفعين لما الساعة 10 فما يحتاج ندفع مرة ثانية. مين يرمي الوسخ كذا في الأرض؟ شوفوا يا جماعة حتى هنا في كندا عندهم الحركات هذه، يعني هذه الزبالة أنتم بكرامة، كلها كم خطوة بس حطها عند زبالة وخلاص. لازم آخذ مكان شقيري في رمضان والله. أمزح أمزح يا جماعة. هم الحين ما خلص البريك. Accept the feedback.
And our values is That's the process. We started that. If you want to be the best one in Victoria, you should be bottom with us. هذا اخر بريك يا جماعه، باقي ان شاء الله ساعه وربع ونخلص. والله خلاص احس ان وصلنا مرحله البطاريه انتهت. كل هذا عشان بوب كورن. شو يا جماعه بوريكم التصاميم يوم اول. كانت مذكره. على اساس ان الشخص الغامق شكل الاسود عليك. الله يعتمد. بس هذه كانت افضل حركه يعني. بكتب بيها الشاعر هنا. سلام. لا بعد ايام مع الشعر زي كذا تسوي زي كذا. كل شوي يعطينا بريك ما في شيء نسويه، كل شيء اصلا في الجامعه مسكر، الكافيتيريا وغيرها. فنجي نكتشف الفصول. طيب يا جماعه بعترف شيء، احسن شيء يعجبني في كندا هنا انه دائما يحذرونهم، حتى لو انه شيء ما راح يصير لكن يحذرونهم، مثل هذه الورقه، يقول لك ايش تسوي اذا صار زلزال او حريق او شخص اصاب او شخص طاح فجاه، يعطيك كل التعليمات ايش تسوي، عشان الناس يكون عندها خلفيه وما يكونوا وقتها مصدومين، انا اشوف ان الشخص يعرف هذه الاشياء لا سمح الله ممكن يصير ويكون يعرف كيف يتصرف. طيب يقول لك اذا صار زلزال انزل تحت طاوله. ما اتحمس. كذا يا جماعه يكون خلصنا من دوره اليوم ونقدر نقول انتهت البطاريه، حاليا نرجع الشقه. يلا محلاوي مع السلامه. يا جماعه وين الشمس؟ والله مشروع الطاقه الشمسيه ابدا ما ينفع فيكتوريا، تخسر فيه على طول. تبغى تفتح بزنس ما حد يجيك؟ افتح محل نظارات شمسيه، بتسكر ثاني يوم تخليه محل مظلات. يا جماعه جوعانين حدنا، فحاليا نرجع ان شاء الله الشقه، سوينا شيء من خفايف اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا الشقه. توني جيت بدخل الا اشوف جيراننا الهنود طالعين الاغراض برا، شكلهم بينقلون ولا انهم قاعد يصبغون. بسم الله. طيب الخطه الحين يا جماعه نصلي العصر ونطبخ لنا شيء. يا جماعه جيت بطبخ لي شيء وكالعاده جيت امزح معاه ايش اسوي؟ اطق عليها زي كذا وهي قاعد تدور وحركات وتسبح وزي كذا. شوي يا جماعه اطق ما حد يرد. سوي زي كذا افا وينك؟ ما في احد. سوي زي كذا. لا ابا ماتت. اكل واحط، البيت وغسله، وحتى زينه شاري. ماتت والله ابا يا جماعه. اشخاص يكتبوا لي في الكومنت ثانيه متى بتتزوج؟ سمكه ما عرفت اربي، تبغى تتزوج؟ بني ادم هذا. ما اقصد سمكه، اقصد اللي بتزوج. لا اله الا الله. خلاص كنت بتعشى مالي نفس، خلاص ما باكل. ابا بالله قولي لي مقلب. ليه كذا ما صار لك شهر؟ كذا تكون نهايه ابا. يا حبتين هذا البيت الجديد. كل شيء اجيب لك شيء من وول مارت، اجيب لك تونه شيء. ونسميها آبا. وآبا اشوف مكتوب الكومنتات لايك لعيون آبا. قررنا يا جماعة ندفن آبا هنا. ترجع من المحاضرة ومواصل تدخل بيت جوعان تطبخ لك شيء وتحصل سمكة ماتت. مو يوم يتمنى الكثير. أعرف إنه يمديني أرجعها وأخذ بدالها سمكة ثانية، لكن إحنا ما نربي دجاج حد، فما راح أبدل آبا الحين. هي متى بتتزوج؟
طيب يا جماعه للامانه والله كنا راح نطبخ طبخ ثقيل وزي كذا، لكن خلاص الحين راح نسوي لنا سندويشه تونه وبالعافيه علينا. لا انذار ولا شيء ولا حاله مرض كذا فجاه. قال شيء سهل. راح نحطها الفرن لمده 5 دقائق بس. طيب لما يسوي الاكل يا جماعه راح اوريكم ايش صار على تجربتنا. هذا اليوم الرابع من التجربه. لما الحين اثنينهم ما تغير فيهم اي شيء. راح نكمل في هذه التجربه ونشوف ايش النتيجه. اوكي يكون رجعنا بعد 5 دقائق. اوكي يكون خلصت السندويشه، ناخذها تحطها زي كذا. بالعافيه عليك. بعد يوم متعب ما في احلى من انك تشوف زي كذا. ما شاء الله تبارك الله يا جماعه وصلنا الثانيه على السعوديه. ربي يسعدكم جميعا. والله شكرا ما قصرتوا، لكل شخص ضغط لايك، كتب كومنت، حط من فضله، سوى شير، والله شكرا لكم الف. كنا في الجامعه من الصباح لما العصر ومواصلين، تلخبطت الاوضاع، فحاليا بننهي الفلوق وننام بدري عشان بكره نرتب الامور. سؤال يوم يقول: بما ان ابا ماتت، اذا عندك حيوان اليف، ايش هو الحيوان اللي عندك؟ واللي ما عنده اكتبوا ايش ودكم يكون عندكم. كان معكم اثنين خالد بدون ابا، خليكم دائما تفرحون وجميلين، والسلام عليكم، يلا نروح ننام. شخص بيروح يجوك جوز لا تطلب افوكادو. يا ساتر ايش اللي صار؟ مع ولد صغير الله يستر. تبروك يا جماعه، اسحب الدوره واسحب الكلاس. عطى هنا نوم كذا ربع ساعه، قول له ضيعت بعدها ارجع ان شاء الله. امتحن على الكلاس الاثنين.